حتى في هذا الجانب هذا خبرة عريقة، ونعرفوا كان عندهم مشكل كبيرة مع الهوليغانس اللي أخذوا قرارات جد وصارمة وأخذوا تقنية جديدة باش هذه الآفة هذه قضوا عليها. وكل صراحة هما نظموا يعني الألعاب الأولمبية في 2012 اللي هي مش زمان بعيد على هذا، وعندهم خبرة كبيرة مع هذا التنظيم، لهذا اخترنا هذا الفوروم باش نتكلموا على تأمين الدورة، تأمين الملاعب، تأمين كل الرياضيين. اليوم يعني كان افتتاح هذا التظاهرة الكبرى اللي نظمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للحكومة والدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية يوليها أهمية كبيرة. واليوم هذا التظاهرة لموضوعها كيفية تحضير التظاهرات الكبرى، وكما تعرفوا باللي الخبراء البريطانيين عندهم تجربة كبيرة.